كل سنة وانتم طيبين، وفي رمضان متجمعين وعلى صيامه وقيامه، يا رب يقدرنا ويقدركم. الحوامل اللي بتعاني من الأمراض المزمنة، تصوم ولا ما تصومش؟ احنا ما جينا نقسم الأمراض المزمنة، أول ما بنيجي نقول كلمة مزمنة يعني مرض تاريخه معايا أكتر من 3 شهور أو 12 أسبوع. اتقسمت لأمراض قلب، أمراض كلى، أمراض غدة درقية، أمراض دم زي الأنيميا، وبعد أمراض الجهاز العصبي زي أمراض الصرع. قال لك نبتدي بأمراض الصرع. حضرتك ما ينفعش أكون باخد أدوية للصرع بتتاخد في وقت معين، ممنوع من إن تقل كمية المية وتقولي لي أنا عايزة أصوم. حضرتك لازم تاخدي العلاج بتاعك. طب اسمعي اللي جاية بقى، لو جالك نوبة من نوبات الصرع أثناء الصيام ممنوع عنك الصيام تماما، أو لو كانت آخر نوبة أو آخر أتاك كانت في خلال 3 شهور أو 12 أسبوع، اسمها إن النوبات غير متسيطر عليها. طب دي ممكن تعمل إيه يا دكتور؟ أثناء نوبات التشنجات هي دي فترة الخطر على البيبي اللي بتقلل كمية الدم اللي رايحة له. طيب يبقى أنا دي خلاص فطرنا، مين تاني اللي لازم تفطر؟ مريضة السكر، وخاصة اللي ماشية على إنسولين، لأن حضرتك الإنسولين اللي انت بتاخديه بيشتغل في خلال ساعتين وبيقعد معاكي 12 ساعة، فما ينفعش على خبط الدنيا، وما ينفعش أخد الإنسولين مرة في الفطار وبعد 7-8 ساعات أخده مرة في السحور. وبعدين زيادة السكر أو نقص السكر أخطر حاجة على الجنين. سيطرة على السكر أهم حاجة للوقاية من الأمراض اللي ممكن تأذي حبيبنا اللي احنا بنبتدي نكونه، لأن السكر من ضمن مضاعفاته لو ما حصلش سيطرة عليه أشهرها أمراض القلب، وبعض الحاجات اللي مرتبطة بالنساء والولاد زي زيادة كمية المية حوالين الجنين أو زيادة حجم الجنين شخصيا. طب ما ده حلو، إيه يعني ما بنيبقى حجمه كبير؟ لا، ده ممكن بيسبب صفرة أو تكسير لكرات الدم الحمراء، أو الأخطر من كده نقص السكر بعد الولادة. دول أهم حاجتين لازم نمنع فيهم الصيام. ولو سمحتي ما تقوحيش، لأن أنا مش عايزة منك غير إنك تقومي بالسلامة أنت والجنين.